شهد الداعية الفلسطيني محمود حسنات أمام جمع غفير بولاية بسكرة بالمواطنين الجزائريين بقاعة سينما الأطلس بالولاية بموقف الشعب الجزائري الداعم لفلسطين. وعبر كذلك الداعية الفلسطيني أن الجزائر كمواطنين عبر أن بلاد الشهداء وليس غريب على أبناء الشهداء هذا الموقف، داعيا إلى فتح باب المغاربة بالقدس الذي أسسه الجزائريون. علي رحاب. أيها الأحبة الأكارم، هنا الجزائر يعني هنا فلسطين، يعني هنا مخيم خان يونس، وهنا رفح، وهنا جباليا، وهنا بيت حانون، وهنا دير الملح، وهنا النصيرات. هنا لا تشعر أنك غريب، هنا تشعر فقط أنك جزائري. وأنا اليوم أعلنها أمامكم، أنا الجزائري الفلسطيني ولا فخر، أنا الجزائري الفلسطيني ولا فخر، أنا الجزائري الفلسطيني ولا فخر. أقسمت ثلاثا أنني لا أضع بقدمي ولاية من الولايات إلا وأسجد فيها لله سجدة شكر، وها هي السجدة الثالثة أسجدها في هذه الولاية المباركة لأعلن للعالم كله: بيعوا ما شئتم واشتروا ما شئتم، لكنكم لن تبيعوا حب الجزائريين لفلسطين.